تسلم مزيفة، فما سعد الله اوقاتكم. لأهم الأخبار، رئيس منظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونا يؤكد في تصريح لمزيكا على أهمية القدرة التشغيلية التي يوفرها قطاع الوكلاء العقاريين في تونس حسب تصريح حول واقع وفاق الوكلاء العقاريين الذي تنظمه منظمة كونكت. أصدرنا برجب يشير إلى وجود تفاعل إيجابي من قبل وزارة التجارة لتعيين كراس الشروط والقانون الذي يعود إلى نحو 40 سنة وإصدار كراس شروط جديدة لحل المشاكل الأمنية والمالية والاقتصادية التي يعانيها الوكلاء العقاريين، مؤكدا على أن المنظمة كانت صوت اقتراح بالخصوص مع عدة متدخلين في المجال. مساهمة القطاع في الاقتصاد التونسي مساهمة فعالة لأنه ذات قدرة تشغيلية مهمة جدا، خريجي التعليم العالي ولغير خريجي التعليم العالي. اليوم في قطاع الوكلاء العقاريين فما تفاعل مع صوت يعني وزارة التجارة، وربما بيخرج مشروع كراس شروط جديد. ما نجموش نخدموا في القطاع هذا بقانون فيه 40 بكراس شروط قديم ما يتمشاش مع العصر، المشاكل الأمنية، المشاكل المالية، المشاكل الاقتصادية في القطاع هذا. دونك طرف كونكت هو أن نكون قدرة طرح واقتراح لسلطة الأشراف. اليوم عملنا عدة خرج منها مشروع كراس شروط مع عدة فاعلين اقتصاديين آخرين، مع عدة متدخلين في قطاع آخرين. كراس شروط هيكلة القطاع حتى نجتنب البخلاء على القطاع، هيكل يكون هيكل المستقبل للقطاع بصفة مستقلة عن منظمات الأعراف. يجب حسب رأينا خلق هيئة للوكلاء العقاريين، وهذا هو الهدف وراء العمل اللي نتعامل فيه مع وزارة الإشراف.